تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول أهم مخرجات جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول كيف يمكن القضاء على أشكال التمييز بين المواطنين في مصر، وتتناول مناقشة عدة محاور منها التشريعات المطلوبة والاستحقاقات الدستورية الواجب تطبيقها والقوانين التي تحتاج للتعديل لمواجهة كل أشكال التمييز والخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة التمييز. وتناقش الجلسة الثانية النظام الانتخابي بمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية، وتتناول محاور أبرزها الجدل بشأن النظام الانتخابي الأمثل سواء القائمة النسبية أو المطلقة. ما لمسته الأمس الحقيقة أن هناك توافق من حيث الرؤية في كل التيارات السياسية المتمثلة في جلسة الأمس على ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز. كان هناك تجاذب في الآراء أو الرؤى الخاصة بالتمثيل المختلف، سواء كان للأحزاب السياسية أو التيارات المدنية أو الحضور الموجود، ولكن في النهاية هناك اتفاق إطاري لإنشاء هذه المفوضية. خليني أشير عن حاجة كده برضو لفتت انتباهي أمس في الجلسة الأولى لانطلاق فعاليات الحوار الوطني، وهي الحالة اللي صنعها الحوار الوطني. امبارح كان في جملة أشارت ليها دكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، قالت إنه في عندنا حتى الآن 7 متحدثين بست مشروعات قوانين، وده كان مش غريب على كل القوى السياسية والمدنية اللي بتفرغ من وقتها وطاقتها ومجهودها علشان تشتغل على تعديلات وعلشان تقدم مقترحات جديدة. بس الجديد هو ان احنا بنقعد مع بعض. الحقيقة انه ممكن لو بصينا فعلا للست مقترحات دول والمقترحات اللي قدمت ما بعد كده نلاقي فيه تشابهات، لانه التحديات واحدة، منظورنا للامور فيه جزء من التشابه وجزء من الاختلاف. والحقيقة أنه جزء الاختلاف ده اللي ظهر من وجهة نظري هو اختلاف الأولويات بالنسبة لنا.